ما شاء الله. وش تقول يا مدير جروبنا؟ اقول يا طول عمر هذا الجراد ما شاء الله. اذا نطبخ حي ها حي الله الله ما شاء الله كبار ما شاء الله طيبات طيبات بنقرمشها ان شاء الله الليله. كيف تقرمشها؟ ورنا الطريقه يعني باذن الله بوريكم الطريقه لا لا شوف 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 ابوريك يعني اذا في اذا امسك الجراده لا اله الا الله كذا طال عمرك اسلم اسلم شفت ورجليها هذي رجليها هذي نعم تنتفها نعم عشان تضبط معك نعم ها وقول بسم الله لا بسم الله ما شاء الله ده حي شوف كم من البنزين على 50 يلا 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 البيت يلا شوف وشوله ها شوف بالجراد انا ببل على 50 يلا شيله ها شوف جراد ايه لا 50 انا باع 70 واعطيه الحين 50 والله انا باع 50 ايه اسمع انا احرجها قدامه يا اخوي حرام والله انا بس